وفوالا اولاد الكاب، مازلت معكم حتى لسبعة. تحياتي لكافة مستعملي الطريق وين ما يكونوا يسمعوا فينا على زوند دو كاب اف ام 91.5 ل 95.2 ولا كالعادة والعويد ل 105.6. تحياتي لكافة مستمعينا وين ما يكونوا خارج حتى حدود الوطن على ستريمينغ لايف راديو كاب انتيانا الديجيتال نتاعنا فيسبوك انستغرام واليوتيوب. تحياتي للناس الكل، للناس الكل الكل. لكن توت سويت باش نمشيو بكم الى نوفولير تكشف عن خطوطها الجديدة وتطلق عرض جان في السحر. هذا وين أعلن مدير عام شركة نوفولير السيد شكري زراد في ندوة صحفية سارت نهار الأربعاء اللي فات أن شركة تقوم بخطوط جديدة وتحدث على عرض جان في السحر. والخطوة الجديدة هذه جزء من استراتيجية الشركة في تعزيز الشبكة اللي انطلقت في 2023، وين أطلقت نوفولير 15 وجهة تمتد على 6 بلدان. ومن المنتظر زادة أنها تأمن رحلات المدريد والدار البيضاء وهامبورغ، وانطلاقا بطبيعة من تونس تحديدا من المونستير حتى لبروكسل. حضر الندوة الصحفية هذه سفراء وممثلي سفارات البلدان التابعة للخطوط الجديدة كما السيد سفير ألمانيا في تونس والسيد سفير المملكة البلجيكية في تونس زادة والمكلف بشؤون سفارة المملكة المغربية والسيدة كارمين كارنكس المكلفة بشؤون المملكة الإسبانية في تونس. لكن كي نحكيو بأكثر التفاصيل نقول لكم بداية من أفريل تسير نوفولير رحلات الهامبورغ من تونس، وهذا بمعدل زوز رحلات أسبوعيا بالنسبة للدار البيضاء، ولا الانطلاق من تونس معدل 3 رحلات أسبوعيا بالنسبة إلى مدريد، زوز رحلات أسبوعيا وبروكسل، وكيف كيف زاد برشلونة زوز رحلات أسبوعيا. هذا وغير أن الخطوط الجديدة نوفولير توسع شبكاتها باش تشمل تقريبا 40 مدينة، كما تقدم مجموعة من الوجهات الأكثر طلبا واستجابة لحاجيات حرفائها بشكل كامل. أما بالمناسبة العام الجديد تقدم شركة تخفيض بنسبة 30% على أسعار التذاكر عبر شبكة نوفولير الكل. يشمل عرض جان في السحر كل عملية شراء تتم في الفترة الممتدة من 9 حتى 23 جان في الحالي، والفترة سفر من 9 جان في حتى 31 أكتوبر 2024. العرض هذا يشمل كامل شبكة نوفولير غير ألمانيا انطلاقا من المونستير وجربزدة. باش تاخذوا أكثر التفاصيل والمعلومات ولا بتبيع على الحجز لرحلتكم تنجموا تزوروا موقع نوفولير على العنوان www.nouvelair.com، تطبيق الهاتف الجوال ولا نقاط البيع الخاصة بنوفولير، ولا عن طريق الاتصال بمركز النداء على الرقم 36 020 920، ولا بتبيع احدى وكالات السفر الشركة. دونك فوالا، دونك هذا بالنسبة الى عرض جديد لنوفولير جان في السحر، وهذم الخطوط. تعودوا تلقاوهم من جديد على لي باج فيسبوك انستغرام يوتيوب راديو كاب اف ام. وتحياتي للناس الكل، مازلنا معكم.